الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان فبأي آلاء
يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس فلا تنتصرا فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن
تبارك اسم ربك ذي الجلال.